السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي، والذي سيتمحور حول موضوع التناسبية ومعامل التناسب. على بركة الله نتعرف على محاور الدرس. أولاً، سنتطرق إلى جدول التناسب. ثانياً، معامل التناسب. ثم بعد ذلك تمارين تطبيقية، وأخيراً حل لهذه التمارين. لاحظوا معي جيداً. إذن هذا الجدول يتكون من سطرين، السطر الأول والسطر الثاني. هذا الجدول يسمى جدول التناسب، حيث تتناسب فيه أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني. الآن نمر إلى المحور الخاص بمعامل التناسب. لدينا الجدول التالي، لكن كيف يتم الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ وكيف يتم الانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول؟ لكي نجيب على هذين السؤالين، سنتطرق إلى مثالين. المثال الأول وهو كالتالي. لاحظوا معي كيف تم الانتقال من العدد 5 إلى العدد 10، ومن 3 إلى 6، ومن 7 إلى 14، ومن 6 إلى 12، ثم من 9 إلى 18. نلاحظ أننا قمنا بضرب أعداد السطر الأول في نفس العدد 2 للحصول على أعداد السطر الثاني، أي 5 مضروبة في 2 تساوي 10، 3 في 2 تساوي 6، 7 في 2 تساوي 14، 6 في 2 تساوي 12، و 9 في 2 تساوي 18. والآن لاحظوا معي كيف تم الانتقال من العدد 18 إلى العدد 9، ومن 12 إلى 6، ومن 14 إلى 7، ومن 6 إلى 3، ثم من 10 إلى 5. نلاحظ أننا قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على نفس العدد 2 للحصول على أعداد السطر الأول. العدد 2 يسمى معامل التناسب، ونقول أن أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول، وبالتالي هذا جدول لأعداد متناسبة. المثال الثاني، لاحظوا معي جيدا الجدول. إذن كيف تم الانتقال من 5 إلى 10؟ طبعاً قمنا بضرب العدد 5 في 2 للحصول على العدد 10، ثم 3 في 2 للحصول على العدد 6، لكن 7 في 2 تساوي 14 وليس 21،
وستة في اثنان تساوي 12، وليس 18. ثم 9 في 2 تساوي 18، وليس 36. وبالتالي نلاحظ أننا لم نقم بضرب أعداد السطر الأول في نفس العدد للحصول على أعداد السطر الثاني. والآن لنرى كيف تم الانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول. طبعاً قمنا بقسمة العدد 10 على 2 للحصول على 5، وستة مقسومة على 2 تساوي 3، لكن 21 على 2 تساوي 10.5 وليس 7، وثمانية عشر على 2 تساوي 9 وليس 6، وأخيرا 36 على 2 تساوي 18 وليس العدد 9. نلاحظ إذن أننا لم نقم بقسمة أعداد السطر الثاني على نفس العدد للحصول على أعداد السطر الأول. إذن هذا الجدول لديه أكثر من معامل تناسب واحد، ونقول أن أعداد السطر الثاني غير متناسبة مع أعداد السطر الأول، وبالتالي هذا جدول لأعداد غير متناسبة. والآن نمر إلى محور التمارين التطبيقية. التمرين التطبيقي الأول، لدينا جدول، والمطلوب منا هو أن نحدد معامل التناسب ثم نقوم بملء الجدول. المرجو منكم أعزائي التلاميذ إيقاف الفيديو وإنجاز التمرين. بعدما قمتم بإنجاز التمرين لنرى الحل المناسب. في هذه الحالة نعتمد على معطيات الجدول، ودائما نذهب إلى الخانتين المملوءتين من السطر الأول والسطر الثاني، أي العدد 5 والعدد 20. وها قد حصلنا على مفتاح هذا التمرين، حيث نقوم بقسمة العدد الكبير على العدد الصغير، أي 20 مقسومة على 5 تساوي 4. إذن معامل التناسب لهذا الجدول هو 4. ثم نتمم ملء الجدول بقسمة أعداد السطر الثاني على 4 للحصول على أعداد السطر الأول، وضرب أعداد السطر الأول في 4 للحصول على أعداد السطر الثاني. إذن نقوم بضرب 3 في 4 تساوي 12، و 7 في 4 تساوي 28، ثم 6 في 4 تساوي 24. الآن ننتقل إلى ملء السطر الأول من الجدول بقسمة العدد 32 على 4 تساوي 8، ثم 16 على 4 تساوي 4. والآن ننتقل إلى التمرين التطبيقي رقم 2. علما أن ثمن 2 كيلوغرام من البرتقال هو 12 درهما،
حدد معامل التناسب، ثم أتمم ملء جدول التناسبية التالي. وسأطلب منكم مرة ثانية إيقاف الفيديو وإنجاز التمرين. ننتقل الآن إلى حل التمرين التطبيقي الثاني. نلاحظ أن الجدول لا توجد فيه خانتين مملوءتين من السطر الأول والسطر الثاني، حيث نرى أنه إذا كانت الخانة الخاصة بالثمن مملوءة، نجد الخانة المقابلة لها من كتلة البرتقال فارغة، والعكس صحيح. لكن هناك معطى آخر قد يفيدنا، وهو أن ثمن 2 كيلوغرام من البرتقال هو 12 درهما. إذن سنقوم بوضع هذا المعطى في الجدول، ثم نتمم ملء الجدول بشكل عادي. إذن نذهب لمفتاح هذا التمرين، وهو العدد 12 والعدد 2، ثم نقوم بقسمة العدد الكبير على العدد الصغير، أي 12 على 2 تساوي 6، وبالتالي معامل تناسب لهذا الجدول هو 6. نقوم بقسمة أعداد السطر الأول على معامل التناسب 6 لنحصل على أعداد السطر الثاني، ثم نضرب أعداد السطر الثاني في معامل التناسب 6 لنحصل على أعداد السطر الأول. إذن نقوم بقسمة العدد 27 على 6 تساوي 4.5، و24 على 6 تساوي 4، ثم 30 على 6 تساوي 5. والآن ننتقل لملء السطر الأول من الجدول بضرب العدد 2.5 في 6 تساوي 15، ثم 7 في 6 تساوي 42. نمر إلى التمرين التطبيقي الثالث والأخير. تستهلك سيارة 30 لترا من البنزين لقطع مسافة 210 كيلومترا. باستعمال جدول التناسبية أجب عن الأسئلة التالية: أولا، كم تستهلك هذه السيارة من البنزين لقطع مسافة 60 كيلومترا ثم 14 كيلومترا؟ ثانيا، ما هي المسافة التي تقطعها عند استهلاك 90 لترا من البنزين؟ المرجو إيقاف الفيديو مرة أخرى وإنجاز التمرين. حل التمرين التطبيقي الثالث. نقوم أولا برسم جدول يتكون من سطرين، سطر أول من 4 خانات، وسطر ثاني أيضا من 4 خانات، حيث نخصص السطر الأول لملء معطيات كميات البنزين باللتر، وفي المقابل نخصص السطر الثاني لملء معطيات المسافة بالكيلومتر. إذن لدينا معطى، وهو أن السيارة تستهلك 30 لترا من البنزين لقطع مسافة
210 كيلومترا. إذن نضع هذا المعطى في الجدول، 30 لترا مقابلها 210 كيلومترا. ثم نتمم ملء الجدول بالمعطيات الواردة في أسئلة التمرين. إذن السؤال الأول، كم تستهلك السيارة لقطع مسافة 60 كيلومترا؟ إذن لدينا 60 كيلومترا و14 كيلومترا و14 كيلومترا. والسؤال الثاني، ما هي المسافة التي تقطعها عند استهلاك 90 لترا من البنزين؟ لدينا 90 لترا. إذن مباشرة نذهب لمفتاح هذا التمرين، وهو العدد 30 والعدد 210. إذن نقوم بقسمة العدد الكبير على العدد الصغير، أي 210 على 30 تساوي 7. إذن معامل التناسب لهذا الجدول هو 7. نقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على 7 للحصول على أعداد السطر الأول، ثم نقوم بضرب أعداد السطر الأول في 7 للحصول على أعداد السطر الثاني، أي 60 على 7 تساوي 8.57، 14 على 7 تساوي 2، ثم 90 في 7 تساوي 630. إلى هنا ينتهي درسنا أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا، أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد إن شاء الله.